كوريا عبد العاطي عبد الوهاب افراج. الحمد لله على السلامة يا كوريا. انت مين؟ انا جاي اخطب العربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتنا انا اختك. يلا اهدي بس يا بادي وخليها لحالها. هلو everybody، ازيكم يا جماعة؟ ازيكم؟ وحشين هايجي حبيبتي، وحشاني موت. سوري ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعد يا حبيبتي اقعد. ايه تقعد فين؟ انت يا استاذه بمنظرك ده، يلا انزلي تحت استني البيف عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا لا 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 نو بروبلم. مفتاح العربيه اهو يا حبيبتي، استنيني في العربيه ومش هتاخر، ما تلعبيش في حاجه لقرصك. ايه ده يا بابي داخل عليا وساحبني في ايدك واحده مش عارفه منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي انا فيه. وبعدين انت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ ولا حاجه، قلت لهم وسعوا لي. وبعدين حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركه لحضرتك. ونعمة التربية الصراحة، عشان كده حبسوني انا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا ويقولوا لي نجيبك ارضي. انا يتقال لي نجيبك ارضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني، انا همشيهم لك. دكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايز فلوسنا. ازيكم يا رجاله؟ انا رجعت مسكت الشركه تاني مع بنتي هايدي، وقلت لها ازاي هايدي ساده الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات واولاد، ازاي؟ أنا دايماً أحط نفسي مطرح اللي قدامي. أنا قررت أصرف لكم 4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما 4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون. هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة. إحنا هنصرفهم وهنصفي الشركة. نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة، اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثثنا. هو إيه يا الضجر يا الدبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول. أنتوا عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، إنما أنا اللي أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظايفكم زي ما هي حد السياحة ما تتصلح،
والخواجات يجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر ياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض الأربع شهور ويقدم استقالته، وأعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. انا معاك يا ابو طالب بيه. وانا معاك يا ابو طالب بيه. كلنا معاك يا ابو طالب بيه. عيش يا عيش ابو طالب بيه. عيش يا عيش ابو طالب بيه. عيش يا ابو طالب بيه. عيش يا عيش ابو طالب بيه. شكرينا برنس. ايه هتسيبني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وسمي وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بسم الله ما شاء الله يا ست هانم، الوالد الباشا ده تطش وده يعني طلع صايع. شكري انت ازاي تقول كده عن بابي؟ انا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وانت قاعدة رايحك من الصداع. يا سلام كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست أم كلثوم في مرصح نصر النيل. أنساك يا سلام أنساك. ده كلام. ألو. يا بابي. يا بابي ميرسي ميرسي على اللي انت عملته. ايه؟ لا يا بابي انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريه اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي. ما يصحش يا بابي، شويه ريسبكت ليا والجوزي، احنا لينا بوزيشن لينا ايمج، ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزك. انت تختلط يا سوكو اللي مكتبنا افتح العربيه. يا جدع امشي يا جدع انا هخطفك يا جدع ميد. في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سوكا؟ سيبيه يما سيبيه. في ايه يا يما سيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كوريا الحمد لله على السلامة. كوريا ليكي وحش. انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعت امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شوية كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوريا ازاي ده انا مزقطة. مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجأة. دي احلى مفاجأة. ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا، هي دي حاجة تعدي كده. عارف يا هيما انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الرمية السودة دي، لا كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي. في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني، ده انا لابسها هتروح فين؟ اهي شفتي؟ سابوش ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى. بس وغلاوتك يوم انا ما هسيب حق. وغلاوتك ما هسيب حق. مين؟ كوريا. حبيبتي يا كوريا. الحمد لله على السلامة يا كوريا. عامل ايه؟ نورت بيتك نورت بيتك. بيت ايه بقى؟ بيت ما بقالوش لازمه من غير امه.
الله يرحمها، انا اللي قربت معادها من قهرتها علي. معلش يا بنتي معلش، العمار بيد الله، ما ناش في نفسينا حاجة. بس انت غلطانة يا كوريا. ايوه غلطانة، غلطانة انك رفضتي تقفي معاها في المحل. وانا كنت هشم على ظهر ايدي يا خال، انا كل الحكاية بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلوي عنين، معرفش انهم نصاي عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان يعلط. معلش يا بنتي، المكتوب مكتوب، بس انا عايز اقولك حاجة، اوعي تكوني فاكرة انك عشان شايلة سبقة في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاتهم هنيه عارفين انك داخلة السجن عن حق. حق ولا باطل بقى اخي؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السبقة والنبي كانت مظلومة؟ بس ورحمة امي خير، انا ما هسيب الولاية اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولاية دي افترت علي ودخلتني السجن سنة ظلم، ده انا اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال. المهم يا كوريا، احنا عايزين يا بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكلب ده، كده اللي استناك السنة بحالها. اوعك يا كوريا اوعك يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي. انت بنت ناس وبتربية. شمال يا خال؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خال، في ناس كده هو زبطتها يمين، مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك زبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه، انت كده طمنتيني. المهم بقى انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال كوافير تاني؟ ما قلتلك 100 مرة خال أنا دكر، ماليش في مرقعة وسهوجة الحريق، بتخانق بيجيلي كرشة نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه؟ اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم، انزل اشتغلي تاني، في ايه دي؟ انزل اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا، سندس اللي عايش بتاع السنة بحالها، قاعدة معايا بحقه ومرتي وولادي، اتخنقت أنا كمان. ايه أنت بتكروتني؟ ايه كمية الأخبار الزفت اللي أنت جايبها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا، أنت بتقولي عايش في حق، يعني شايفني أنا اللي عايشة في البيت الأبيض يا خال؟ الله يرحمك يا غالية. الله يرحمك يا أختي. لسه فاكر نظرتك ليا وأنت بتموتي. لسه كلمتك في ودني. قلتيلي كوريا مظلومة، قلتلك ايوه عارف، وقلتلي سندس مظلومة وغلبانة ولازم الاتنين يعيشوا مع بعض ببيت واحد. الله يرحمك. بقولك ايه خير، تعالى خير. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. اه تعالى بس اقول، انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيه؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله، لما كانت عايشه معايا كانت الرزق من كل حته. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جاي لك من كل باب. الله يسامحك يا خير، والله العظيم بجد، عشان انت كده بتحملني فوطات. انا مش قلقان من ان السياحه هترجع تاني، لان انا متاكد ان شاء الله ان السياحه هترجع. ليه؟ لانه مفيش بلد في العالم زي مصر. طالعه فارقه زي امك، وعندنا مش عارفه تعيل على واحد مريش ونضيف زي ده ينضفنا وينقلنا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه. لا ويعتلنا في سنادر الدكتور نادر، لا وايه دكتور ومحامي في نفس الوقت، تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جه زورنا فيهم جايب لنا فيهم ورد. ورد يا حيلتها، هنعمله شوربه ولا هناكله؟ يا باي ما بينزلش من زور. اهو ده بقى اللي لقيته وقع من الست هايدي، ما خدتوش لبيستو. انا هو انا كنت لقيت حد احسن منه يا بابا وقلت لا؟ هي كده طول عمرها بيضلها في القفص، من واحنا صغيرين بتاخد المنجايه كلها تاكلها وتسيب لي انا البذر. لو ايه انا لازم اكل البذر ده وابقى مبسوطه كده وفرحانه؟ انا بنت الشغاله بتاعتهم بقى. لا روح امك، انا مش مخلفك عشان اقعد جنبك والقف البذر اللي بيقع منك ومنها. انت تجيب لنا القفص كله الهط فيه زي ما انا عايز وارمي البذر في الزباله. طب وانا بيدي ايه اعمله؟ طيب لا تعملي ولا ما تعمليش. بقول لك ايه، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده.
سندس جبتها لك اهي. سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله قول لها شفته القمر في الحله. قمر ايه وحلتيه يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه مرستاه. ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرضه مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. اه الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه. ما تخافيش ماشي ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري. ارمي من على كتفك وزيحه يا خال. ها اسيبكم عافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 سعد ما تخافيش. غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش مع يا بنت انت. يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي جعانه. لا بقول لك عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر انا هعمل لك كل انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا يا حلوه اسم الله عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ام. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده ده انتصار. بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي كل حاجه لي عمري. اقعدي. انا 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 بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت هتبطل اوفر يا حبيبي امتى؟ ما انا مش قادر طبعا. الله ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا 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 دلع البنوته. بس 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 انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده. حبيبي بيبي انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر. إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل ونصيبي في مصنع المرادب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي. بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه تضيع عمره كله فيها. مش هينفع حبيبتي. مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه. احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي. يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش انا هعرف اسنجف كويس. اسنجف قوي.
يعني ارستق اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني الوقت يا بنت. في يا خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقت؟ حاضر حاضر انا جايه لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي يا رب. في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك اهدي كده وقولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيكي ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وساعد ابني. وحشوني. يا الله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بهم بكره الصبح خلاص؟ والنبي استغفر الله العظيم. والنبي قولي تاني. والنبي 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 اللهم صلي وسلم عليك يا نبي. عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم. هكلمها لك. انت جننتي دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه هما اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي ما تعيطيش بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه 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 والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو والنبي حقك علي حقك علي. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك مش قوي كده على فكره يا نادر؟ ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا؟ عشان برضو ما اخليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره. اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعت الرقص الشرقي بقت مكسرة الدنيا دلوقتي. الله أنا عجباني قوي الفكرة دي يا بيبي. أنا عايزة أفتح قناة رقص شرقي وأخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكرة نجوان بترقص شرقي أحلى من الصفينار. وأنا جاهز بكل حاجة، كل البلاتوهات اللي موجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي وبره مدينة الإنتاج الإعلامي واقفة بس على الإمضة. وعلى فكرة إحنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لأن إحنا ممكن نستفيد بيهم ونأجرهم ونعتبرهم أصول. والخطوة التانية بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها، وبعد كده نقوم داخلين دخلة قوية مع وكالة إعلانات قوية، وفي خلال 6 شهور القناة بتاعتنا تبقى أكبر قناة في مصر، وساعتها بقى نبقى نفتكر القعدة دي ونقعد نضحك عليها. أنا بصراحة متحمسة جدا للموضوع يا هايدي. الفكرة حلوة وجديدة وبتكسب. وانا كمان يا هايدي انا من زمان وانا نفسي اكون في الوجود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه يا هايدي. بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟
ده انا فرشلك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهك كانها درتش. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. اه ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيم وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزاني انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده خدي حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال، انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا تفضل. شكرا لحضرتك. تفضل. شكرا. معلش يا هانم، هتعيد التوقيع مرة تانية لأن الفورمة المرة دي مختلفة، خلي التوقيع زي كل مرة. أوكي. أنا أهم حاجة عندي إن الإجراءات تكون سليمة، أهم حاجة. اتفضل. كده تمام، الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يعني. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد وما كلمنيش، وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي، أنا طلعت برامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، ان شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. ان شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هاني. ميرسي، اهلا بيك. يلا الف مبروك يا رئيسه مجلس الاداره. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ايه ده؟ في ايه خير؟ انا بحبك قوي.
اسكت يا جدع انت وهو، خلينا نقف نتكلم مع البنشر. كفاره يا كوريا، انا قلت اسيبك اليومين دول عشان عارف انك انت خارجه من ظروف لا مؤاخذه وما يصحش، لكن انت برضو طبعا عارفه ان عليك فلوس تنكيس البيت اللي لمك انت وخالتك من بعد امك الله يرحمها. جرايا سلوم، لا وقته ولا ادانه يا اخوي، اتوكل على الله دلوقتي عشان مش معادك ده. لا وقته ولا ادانه يا كوريا. لما امك ودت من بعديها كل واحده فيكم عامله نفسها بتكح جير ولا يجي صرف على المحل ومكلفاه، يبقى يا فلوس تجيني وقتي يا تزقوا عجلك انت وخالتك من البيت. وانت ما تعرفش لما تلاقي رجاله واقفه تتكلم معاها، ولا انت مش بيمشي غير الحرير؟ وانا لو شفت رجاله بيقدروا يحكموا على نسوانهم كنت كلمتهم، لكن دورت ما لقيتش، مفيش بح. لا انت بس ما دورتش كويس. انما انا ضربت الثور ده ازاي؟ عصب يا هيمة عصب. بقول لك انت عامل دوشه ليه؟ ها؟ كفايه. لا ده لسه في تلف. والنبي انا هيمة والنبي انا. لا في دماغك تقيله عليا. والنبي هيمة عشان خاطري عشان خاطري. طب بالراحه تضربه. طب بص امسكيه كده يلا يلا. بسم الله بسم الله بالشفا ان شاء الله. ايه الدماغ الفل ده؟ صباح الخير يا حياتي، انتي طالق. Thank you.
يا كوريا كان لنا زمان بنت قريبتنا، كانت بنت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. ايوه بس البنت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملظلظه كده اهو، بيضه وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجة؟ لا ولا التانية، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ أنا بقالي ساعة محبوس هنا، الله يخرب بيت شورتك المنيلة. إيه الجو البيتي ده؟ جديد أوي شغل قمصان النوم في الشارع ده. ما تنجزي بقى وتيجي، بتاخدي كام يعني؟ على فكرة أنا واحدة محترمة، بس الظروف هي اللي خلتني أمشي في الشارع بالمنظر ده. أنا ينفع آخد موبايل حد فيكم؟ لازم أعمل مكالمة ضروري. يا عم بالراحة عليها، ده شكل جوزها طاردها وضاربها. بقول لك ايه، طيب ما تيجي ناكلك ونشربك ونذاكر لك، نرجع معاك البيت نضرب لك جوزك كمان. غور من وشي. الله يخرب بيتي، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طاقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. سلومه جه. سلومه جه. حضرتك اسود ومنى؟ تعالى هنا، رايح على فين؟ تعالى ام البتاع، هنروح تعالى فين؟ على فين؟ تعالى خليك في اوضه النوم. هنروح فين؟ اوضه النوم ايه ده بقى؟ تعالى تعالى خبيك فيه. تعالى خبيك فيه. ناو واحد وقع من الجوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهدني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. ايه انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح؟ انا مش، بس انا بتقلي انا قفلته. مش عارف وانا بقيت دريان بحاجه، ما ادخل اعمل الطبطين. ما خلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مال انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خفش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه ولعت بيه. بقتي حرام يعني، ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني، ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك. شو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت الجن ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالى. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا ابراهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين؟ يو اللي خبط التوك. اني توك؟ مالك يا هيما اللي كنت معاه في المستشفى؟ الواد مات يا سيبتي. الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله.
طب وسواق التوك؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس اقول لك. لو فاكر ان الدنيا فاضك مفيش وقت. رجاء نادر، انا نازل شويه، عايزه حاجه؟ نازل ورايح فين دلوقتي؟ نازل اشم شويه هوا رجاء، مخنوق ومش قادر اقعد لوحدي. وهتخرج بقى مع مين ان شاء الله؟ مش خارج مع حد يا ابني. مش انت قلت ان انت مش عايز تقعد لوحدك؟ طب ما تيجي تقعد معايا. لا لا لا، وعلى ايه؟ احسن ابوظ لك الخزعبلات اللي انت حطاها دي علشان شبابك وبشرتك. باي باي. يا رب يا حبيبي، يا رب يخرجك من اللي انت فيه يا رب. للو ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهف الشوق، يجي يضرب سندوتشات من غير عدد، وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني يا ايمه. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده؟ انت على طول مش طايقني كده يا ده سكت. انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله، بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يلا يا ده. اقعد، ده حلوه لاحبالك السوتيه. معلش يا ايمه، انا كنت مفكرك قفلت، روحت البيت لقيت امي متوغوشه قوي على كوريا، بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، هروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سوكه تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهنا. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه، انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طالعه كده حلوه، هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثه ود، بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام طلعه سوا. ايه رايك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعه دي؟ كابتن يا هيما، هتعمل ايه؟ هتمسك عجله القياده. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لايام زمان، هنقول احنا لسه حبايب. يو ما خلص قلنا. طب بص، انا هقول لك حاجه مش عايز اقولها لك تاني. تعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طعون. يا وليا قومي يا وليا، انا جعان. قومي شوف لك اي حاجه تاكلها، اتصرف. انا مش قادره افلت جدتي، طول النهار بلف على كوب رجليا بدور على شغل. نفسي افلت جدتي بقى. يا وليا قومي فزي، ولا دور لي على اي حاجه. وانت بنت امك الفقر ده، في حاجة عشان الواحد يدفعها؟ يا اخويا ما انا اخر فلوس معايا كانوا 20 جنيه، اديتهم لبنتك تدفعهم للمجموعة. ومش سنية ليه يا اختي من غير فلوس؟ والبهوات اللي انت كنت شغال عندهم كرشوك ليه من غير ما اديك فلوس؟ ده الواحد اللي شغال في الحكومة بياخد مكافأة نهاية الخدمة. روح اتخانق معاهم وخد فلوس. يلا يا اخويا بأي عين اروح للناس اقول لهم ادوني فلوس بعد عملة بنتك السودة معاهم؟ بنتي دي مش بنتي، دي بنت حرام كوشت على القرشينات وطفشت. ما تقولش بقى ليا اب، ليا ام، ليا اخوات لهم نصيب في شويه الفتافيت اللي بيقعوا من القرصه. من بكره البيت يبقى فيه اكل وشرب ومصاريف، تطلعي تنزلي تتنططي، ان شاء الله حتى تشتغلي رقاصه. اوف يا اخويا، يا اخويا ايه الناكبه يا ابو نجوى. يا اخويا انا بقالي 25 سنة بشتغل، عمري ما خليت البيت ده محتاج حاجة، ما كانش حاجة، الظروف اتغيرت. انت يا اخويا خد بعضك وانزل شوف لك اي شغلانة، بلاش بلاش، حط ايدك في ايدي ونبيع اي حاجة سوا.
انت بتعيريني يا وليه يا زباله انت. انت بتشتغلي علشان تاكلي وتاكلي عيالك. انت بتشغليني؟ خدت انا ايه من ورا شغلي؟ خدت انا ايه من وراك غير الهم والغم؟ احمدوا ربنا ان انا لسه عايش في وسطيكم. واحده غيرك كنت طفشت من بيتها بسبب جوزها الفار. ايه في ايه؟ مش واخد على لبس الكعب ولا ايه؟ تنسى جو ده انتصار ده بقى. اتفضلي هنا في حتة تانية خالص. ايه لازمة الكلام ده كله؟ ما انت عارف ان انا طول عمري في مصر بلبس الكعب العالي، وبعدين طول عمر الناس في مصر بتقول على الست هايدي بتاعتك ان هي اللي بتشتغل عندي مش انا. ايه بقى؟ في ايه؟ يا ستي مفيش حاجة، مالك قلبتيها دراما كده ليه؟ بهزر معاك. الله مالك؟ وبعدين ايه اللي جاب سيرة هايدي ومصر والكلام ده؟ ما خلصنا منه خلاص. وبعدين يا حياتي في رحلة العودة دي انا خدت مين معايا؟ مش خدتك انتي؟ نجوان احنا شبه بعض. ثانك يو. عارفه يعني ايه شبه بعض؟ يعني ما نقدرش نستغنى عن بعض. طب ايه رايك بقى ان انا مش مرتاحه؟ نعم. يعني ايه ازاي مش مرتاحه في كل ده؟ ما انا اعمل لك ايه؟ اقعدك في البيت الابيض ولا اخد لك شقه برج بيزا المايل؟ مروان هتلاقيكي حنيتي للحاره. انا مش بهزر على فكره. احنا اول حاجه لازم نعملها ان احنا نتجوز. انت جاي من مصر عشان خاطر الفلوس اللي كلها دلوقتي بقت باسمك، وانا ايه ماشيه وراك وخلاص. ايه اللي خليني استحمل كل ده من غير جواز؟ بس اهدي اهدي. في ايه؟ الله الناس. وبعدين وانا اعترضت على الجواز؟ قولي زوجتك نفسي. ها انا مش بهزر. يا ستي اعمل ايه؟ وطي صوتك شويه. اعمل ايه يعني؟ شوفي لي مأذون شرعي يوناني وانا اكتب عليكي دلوقتي حال. يا سلام. خلاص بقى. في ايه؟ وانا جايبك هنا عشان خاطر نمسك في خناق بعض؟ يا دلع دلع ده انا كده هولع. القمر جاي منين؟ ايه ده؟ طب القمر جو العبيات قوي. حلو قوي. محسوبك عند مشبك. احب اجي واشبك. بقول لك ايه؟ ما تيجي نهاجر هجره غير شرعيه. غور يلا انت وهو من هنا. نغور فين بس؟ ما نغور مع بعضينا. غور بدل ما خلي مصر تغرط في وشك. ناقصاك اصلها. اه يا ابويا الحقني يا ابا. تعالى يا ابو الحبشني شوف عملوا فيا ايه العيال وداد الكلب دول. يابا الحقني يابا. خدي حرام عليك. كنت فين صرعتيني عليك؟ حرام عليك. عامله ايه؟ انت مين؟ انا كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده وانت عليكي. الحقني يابا. والنبي الحقني يابا. والنبي لا خلاص خلاص انا هاخدك معايا هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني. يا عم الحاج. ايه يا بنتي؟ ايه انت مين يا بنتي؟ في ايه؟ الاقي معاك موبايل. موبايل؟ وانت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده باللبس ده وتسالي عن موبايل؟ انت باين عليكي بنت ناس. معلش يا حاج هي ظروف بس عشان خاطر لو معاك الموبايل تديهولي دقيقه واحده بس. موبايل ايه وانت لابسه اللبس ده يا بنتي وهتمشي في نص الليل كده؟ هتطمعي فيك الكلاب السكك. ما انت عندك حق بس لو معاك الموبايل انا فعلا محتاجه اعمل مكالمه ضروري عشان خاطري. والله العظيم ما في رصيد يا بنتي، عيالي بيكلموني منه وما فيهوش فلوس. طب انا متشكره يا عم الحاج. خد يا بنتي. رايحه فين؟ ايه بتعمل ايه؟ خد يا بنتي استوري نفسك يا بابا. لا 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 هي وسخه اه وريحتها وحشه بس احسن من ناس كتير يا بنتي. خليها معاك عشان خاطري عشان انا مش لا. هلبسها. لا يا بنتي انا كده كده ماشي. عيش من شافك يا راجل. انت فين؟ تعالى ده انت الليله كلها على شرفك. مساء الفلالي. مساء الفل. خلص يا خالتي هانت اهي. ابعدي عني خالص. ابعدي. يو يو امشي. يو يو عايزه تدخليني جوه علشان يحبسوني. لا
انا مش هدخل جوه. يا خالتي حرام عليك، فضحتي امي، عايزه ادخلك المستشفى يكشفوا عليكي، ده جسمك كله بيخر دم. لا يا اختي مش هخش، انت عايزاهم ياخدوا الدم بتاعي يبيعوه. يا نصبتي السودا، انت هتلبسيني تقوم او ليه؟ عايزاهم يكشفوا عليكي بس والنبي. انت عايزه تموتيني وتلبسيني جوه. يا خالتي طب خلاص خلاص خلاص، هتفضحينا خلاص. يا ناس الحقوني، يا ناس الحقوني، اعملوا معايا. والنبي ما عملت لها حاجه، دخلت وعايزه ادخلها يكشفوا عليها. لا عايزه تموتني. يب البت دي عايزه تموتني، انا ما اعرفهاش. يا اخويا ما اعرفهاش، والنبي ما في حاجه، دي مشاكل عائليه، ما فيش حاجه، توكل انت على الله، توكل على الله. لا ده انا ما اعرفهاش دي. يا سيبتي عايزه تموتني، اوجوني يا خالتي. انا يا خالتي انا قاريه. اوجوني بدي ابقى جرع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم. يا قطعوني يا راجل يا ممل، ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصة حياتك. وإيه اللبن المدعم ده؟ يعني أنت كده كسبت تعاطفي؟ ده أنا هشرمك. أبو سيدك، أبو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه طاعون، شوف لك عيل شاب أحسن. يا هيما سيبك من الناس دي، أنا عارفها كويس. إيه بيا بقول لك؟ قلبي اتزلبط بقى علينا، اتزلبط. لا بقول لك إيه يا طاعون؟ تقليب موت ماليش فيه، الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنة في أقرب أجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف، ماشي عشان خاطرك بس. ننزله بقى المرة دي بفلوسه عشان خاطر هيمة، ما احنا أصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور، انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا لا لا، ده القصافة بتاعتي يا هيمة، اتكل انت بقى. سلامت ام حسن، ده 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 من العين ومن الحسد، سلامتك يا حسن من رمش اللي حسد. سلامتها 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 سلامت ام حسن. ألف شكر، ألف ربنا يخليكم. لا 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 أغني تاني، مش هينفع أغني تاني، لا والله ما هينفع، أنا عندي حفلة والله في كولة البلح. ماشي أشوفكم الجمعة الجاية. يا دي النصيبة عليك وعلى عيشتك يا ولا، أنت اتهبلت يا ولا، بتكلم نفسك في المراية. إن شاء الله إن شاء الله هتتلبس. مش هينفع عم تلبس يما. ليه؟ عشان لابس فليلة النادي الأهلي. يا سلام يا أخوي. وبعدين يما أنا كنت بغني يما ومحدش سامعني يما، تلبس ليه؟ طب خد يا أخوي كلك لقمة. إيه ده؟ هي دي البيضة يما اللي انت جابها لي يما؟ ايوه البيضة، مالها البيضة؟ مش عاجباك البيضة؟ بروتين. بروتين ايه يما؟ الناس اكلة شاربة نايمة، احنا بس اللي الدنيا يما مدينا ظهرها يما، كاكنيلة في حظنا الهباب. يا اخويا احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله. وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبة اللي قاعدة على فرشة الخضرة وبتأكليني وتشربيني، وانا عامل زي الحمار، زي البغل الاسترالي اللي محتاج الدبيح. ما بتحطش ايدك في جيبك يا اخويا وتديني 5 جنيه نجيب بيهم حتى 50 جرام لحمة. انا ياما بس ربنا يكرمني واشتري كمبيوتر وسماعات ومايك. ونادر عليا ياما، نادر عليا والنادر امانه يا ام سوكا. لا اجيب لك عربيه. عربيه ولا بحمار ياما، واجيب لك واحد بقى بميكروفون. ايوه جرجير ام سوكا، ايوه فجل ام سوكا. وانت تقعدي بقى ياما تجيبي كوز وتاخدي الفلوس. قلت ايه؟ اقول لك حاجه، ادعي لي بس ياما من قلبك، من قلبك ياما، من قلبك من رجليك، اكسر الدنيا يا ولا. يا ولا ده انت هتكسر نافوخ ان شاء الله. حرام عليك، حرام عليك يا يا ولا. شوف ابراهيم وحلاوه وجمال ابراهيم وجدعانه الواد ابراهيم، شوف عربيه الكبده اللي بيشتغل عليها، خاطب وهيتجوز ومرستق نفسه، وانت شاطر لي بس تقول لي كمبيوتر وعربيه بحمار. ايه يا ولا انتهبل يا ولا؟ يا ولا حرام عليك، حرام عليك، هتموتني ناقص عمر وانا في عز شبابي. حرام عليك يا ولا، يا ولا ما تخلينيش انزل تربتي وانا قلقانه عليك، حرام. خلاص يا ماما تزعليش، ما تزعليش بقى ياما، خلاص اجيب لك عربيه 128. طب 29. طب هو حد فيكوا زعل امي؟ لا لا زعلان، ما تخنقش عظمي. لا زعلان. لو امي شايفه الشبكه على عروسه يبقى تجيبوها وكمان فيها بوسه. يلا ترت ترت ترت. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاج اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطر هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكرة قوي. شكرا. الو الو يا دينا، دينا انا هايدي، انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عم شكر السواق وتخليه يجي لي، يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه؟ شارع ابراهيم نجيب. شارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي، انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بيه.
حاضر حاضر. بصي ما تتأخريش، أنا في الشارع لوحدي وخايفة قوي عشان خاطري. يلا بسرعة يا دينا والنبي، يلا باي باي باي. متشكرة قوي، شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس، مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش، اتفضلي اقفي بعيد بقى لو سمحت. يلا توكل على الله، خلينا نشوف رزقنا. يا بابا علي علي يا خالتي، ماما مش هينفع كده، سيبينا سألك على التعوير عشان تطيبي. يلا يلا. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يا بابا مش قادره. معلش امي هتضربني عشان الهدوم متوسخ. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسع على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش ولا مستحملي معاه. اها معلش معلش اها. اي 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 يوه. طب مش هينفع كده. انت بتبص عليها حالتها؟ غور ياض من هنا غور. ما تخلص عم تعون انت كمان، ما شافهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتنايلوا يتحاسبوا. ما تصلي على النبي كده يا هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دي، انت واقع الاستاذ. الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يا للعجب، وطه وبسله مؤاخذه ايده. كده عدلت التوزيع عشان محدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيمه؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيمه، ده اسلوب حياه. راحه فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع، هو لوحدها ويا حبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجه، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفايه جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طياره بعد كام ساعه وما جهزتليش الشنطه. وبعدين راحه فين الساعه 2:30؟ مش كفايه بقى؟ ايه يا محمد انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح. ازاي؟ ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. اقول لك ما تروحي تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله يعني نازله، عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد ها؟ وانا ما بسيبش هايدي. ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيكي لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا ماشينا غير ماشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. اه ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاد دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمة جوا يا هيمة، مش قلت لك لا أعرف عنك حاجة ولا تعرف عني حاجة؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني، استني أطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي تلوحي. بس بس بس، أه فين؟ فين هي؟ هي أظن إن هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني، معلش بليز يا عم شكري ممكن تدخل كده تسأل أي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجة. نسأله، ما نسألش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا أستاذ، ما شفتش واحدة هانم كانت واقفة هنا من شوية ومستنية ناس؟ هانم؟ هانم يعني إيه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. إيه ده؟ إيه ده؟ هايدي، إيه اللي أنت حاملة في نفسك ده؟ أحكي لك أحكي لك. أنت كويسة طيب؟ أهم حاجة كويسة خالص. يقول لك ما عندوش إلا حلاوة وطحنية يال. يقول ايه ده ست هايدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكرا، اطلع دلوقتي وانا هطلع. يا سلام وماله نطلع. صلي صلي صلي. ايه يا دكتوره؟ ما تقوم تهيص معانا. ليه بغمي كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور انا اسف. انا مش في المود خالص النهارده. طيب خليك زي ما انت، انت حر. يا عيون جاية بتبكي على اللي راح، بتبكي على اللي راح. الو؟ ايوه دينا، ازيك؟ ايه؟ انت بتقولي ايه؟ طيب انا جاي حالا. بعد كده بقى فرحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها المكركروب وحمتها ونايمتها.
على فكره كورة انا قلت ان احنا مش هندعي الولاية دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيمة تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما لقكش؟ هيمة بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول؟ ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاسك مش انت، مش 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 هيمة بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيمة بتاعك يا كوريا، امال اكون هيمة بتاع مين؟ وانا بتاع حد غيرك؟ بق خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هاتي ايدك، اديني كل في ايدك اهو. احنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا على السلم. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا وماتوا، وانا اقول العماره هتقع عليه؟ ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا نسبتي، الحقونا يا خالي. يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يا ولد، خش يا ولد. الكرام لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضه اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خد فضوا اللمه اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومه إيه؟ ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجاله، ولا هي كلها لحمه عند الجزارين؟ يلا 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 يا نوال، ما بلاش. يلا حبيبي منك ليه؟ يلا يا اخويا يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت سباقين على فوق. يلا خد يا سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك أنت تشعل نار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم إني أعلمه. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يهدينا، روح أنت عشان تلحق صلاة العشاء. ده إحنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاة الفجر. مهدا إن شاء الله. أنا هسلم نفسي خلاص. إيه ده؟ نو واي، إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا مش قادرة أستحمل أكتر من كده. أنا مش هفضل هربانة ومجرياكوا ورايا وعاملة لكوا مشاكل، أنا ما عملتش حاجة، وأنتوا مالكوش أي ذنب في اللي أنا فيه. وأنت ذنبك إيه يا عايز؟ ثلاثة بالله العظيم ثلاثة منورنا البيت يا وانم. منور انا دربيه. الله يخليك عم شكري. اتفضلي. هايدي اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربان على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى، سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليكي. يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرف لكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم بطن البقره. مش حلو كده يا كوريا، مش لاقي على وش. يوه
وانت مش فاهمك انت، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو عامله اقولك بلح، ماله البلح وحش؟ وحش البلح يا بنت شيمو؟ حلو قوي لايق عليها. اه بنتك لايق عليك، حلو يا اختي البلح حلو، يلا عشان ما تعطليش اخواتك، يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ايه ده؟ ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله يلا. يو في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. عايزه اكلمك عشان خاطري. افتح. طيب مروان مروان ما تزعلش مني والنبي، انا عارفه ان انا غلطت بس والله مش هعمل كده تاني. انت رايح فين؟ طب ما تاخدني معاك، انا ملياش حد غيرك هنا والله في البلد دي. مروان عشان خاطري ما تزعلش مني، والله مش هعمل كده تاني، والله العظيم يا مروان مش هعمل كده تاني. مروان عشان خاطري والنبي يا مروان. الحقيقه انا كنت عايز اجي لسيادتك في البيت واتكلم معاك في الموضوع ده، بس لقيت انه افضل ان احنا نتكلم في المكتب. اوي اوي نو بروبلم، مفيش مشكله. في ايه؟ للاسف عندي اخبار مش كويسه شويه. بخصوص هايدي؟ للاسف. يا ساتر يا رب. في ايه؟ في ايه؟ قول لي. انا قلبي مقبض. اتقبض عليها؟ لا 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 خالص. احد قلبي. امال في ايه؟ الموظفين بتوع الشركه رافعين قضيه على هايدي بعد ما عرفوا بحجز البنك على الشركه. كل واحد فيهم رافع قضيه مستقله ورافعين قضيه مجمعه. موظفين ايه وهباب ايه والكلام الفارغ ده؟ احنا مش كنا خلاص خلصنا من الصداع ده؟ هم كانوا سكتوا بالمسكن اللي سيادتك عملته لهم على اساس ان دي فترة مؤقتة وكل واحد هيرجع لشغله، بس دلوقتي بالنسبة لهم مفيش شركة وهما بيطالبوا حقوقهم. طيب انت شايف ايه؟ انا بحاول ادرس الوضع القانوني من ناحية، في نفس الوقت بحاول اوصل لقيادات العمال، عايز اقعد معاهم واشوف ايه سقف طلباتهم. لو طلع قريب حضرتك تتصرف معاهم وتخلصنا من الحكاية دي. دول بقوا 75 قضية وبيزيدوا، لدرجة ان المحامي بتاعهم مش عايز ياخد اتعابه دلوقتي، مأجلها لانه ضامن القضية. خليك ماشي في السكتين، وانا برضو سيبني فرصه كده هفكر وهقول لك على الحل. انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها خزنه؟ دي حيالة تلاجه معفنه خايفه الحراميه يسرقوها. انا عايزه اسال سؤال،
انا اقفل التلاجة بالقفل، اقلبها تلاجة كازوزة. انت مالك؟ مالكيش فيه؟ ما تستبحي ولا صبح جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه، وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا. انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. خالتك ده مين؟ اروح خالتك انت تمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حاله مستاجره عندنا اوضه مفروش. وبعدين بقول لك ايه، احنا كده عندنا نظام، انا عامله لها البطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايله لها في قلب النمليه. هي منين ما بتجوع تروح تاكل من النمليه؟ من ايام امي الله يرحمها واحنا على كده. نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خلينا انزل اشوف اكل عيشي. مش قلنا كفايه وشك الحلو قدامك السعد؟ يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديد على الصبح؟ انا ناقصه عايزه بطاطس والنمليه. انت يا بني ادمه يا مجنون، تقفلي الباب عليا وبتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه؟ مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن، اقسم بالله ارجع ظروفك دماغ تكتمي بقيه اليوم. بقول لك ايه، انا بعمل لك نسخه وابعتها لك، بس بيسك عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج. وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي يا بنت؟ انت يا لمعشه يا حلوه. حاضر يا سونا. نعم. انت بايده كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكره قوي يا سونا. انا جعانه. طب اعمل لك ايه؟ عايزه اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا، بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النمليه. والنمليه دي فين؟ النمليه في السرير. هقوم انا يا بنتي بدل ما حد يتكلم معاكي. اقعدي يا حاجه انتصار، ما حدش هيتكلم. اقعدي، انت تعبانه، ده انت كنت هتقعي من طولك، وبعدين ضغطك واطي قوي. ربنا يكرمك يا هاجر يا بنت حقوقك ويقعدهولك. والله يا بنتي كانوا احسن الناس، هي بس نجواها طالعه لابوها طول عمرها تبيع اي حاجه عشان خاطر الفلوس. معلش يا حاج، ما هي بنتك برضو. ايوه يا اختي، بس ربنا ما يرضاش بالظلم، وهي سبب المرمطه اللي انا فيها دي. انا مش زعلانه منها، انا زعلانه عليها. صحيح احنا طول عمرنا فقراء، بس عايشين بشرف. لازمتها ايه الفلوس دي اللي تخليك تبيعي امك وابوك واخواتك ودنيتك وشرفك؟ ابو هاجر، الحقيقة ابراهيم عايز يمشي. يمشي يمشي ازاي؟ انا عارف. امشي قدامي. عايزه اقص لها خالص يا كوري، احسن خايفه تلقط حاجه من المدرسه، وخصوصا ان بقالي يومين مش مرتاح. يا نصيبتي، لقيتي ايه؟ قمله ولا زباله؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مفليها امبارح بس للامان. اه خضتيني، خليتيني اهرش. ماشي. مالك يا بنت مكلدمه كده ليه؟ انت مش عايز تقص شعرك؟ لا مش عاوز. البنت مقهوره على شعرها وانت عايز تقصها احتياطي؟ قومي يا بنت، مفيش قص. هو ايه جرى يا كوريا؟ مش عايزه تشتغلي ولا ايه؟ يا اختي عايزه اشتغل، انا اكون قاعده في المحل بعمل ايه؟ باخد حمام سمس، لكن برضك انا مش هشتغل غصب عن الزباين. بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي انت، اعملوا لك بلح. لا خلوا لك يا اختي البلح بلح ده. يا اختي النسوان دي ماله البلح؟ هو وحش البلح؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاو؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا، وليه النهار بتنبطي؟ ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اختي بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب، وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعو، الرغي هنا في المحل اللي الحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت، بدل ما وتربت امي مش هقولك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امي لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما، ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طاعون على حق. يلا يا رجاله، لحسن حاسس ان الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقول لك يا دكتور، الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده، انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف،
ونزفت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا هروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام، ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، هبقى ابعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ وبيزعل ايه؟ وبيزعل يا ابله حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد نقعد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا سوكا سوكا، خرجني من هنا. عايز احكي لك حكايه لواحد صاحبي اسمه صبحي. ياما كنت في الوراق، كنا زملاء في الجامعه. كان صبحي دوت ما عندوش غير قميص وبنطلون واحد بيحضر بيهم كل يوم، بعد ما بيخلص الجامعه بينزل على الشارع بيدور على الفلوس باي شكل، اشتغل اي حاجه، يبيع مناديل، يغسل عربيات، يبيع فل، اي حاجه، مهم يجيب فلوس. وفي يوم راح لراجل صاحب محل كشري قاعد يتحايل عليه عشان يشغله عنده. الراجل صعب عليه وقام مشغل صبحي اشتغل يغسل صحون وحاجات زي كده. الراجل حبه وابتدى يرقيه شويه بشويه لغايه ما قعده على الكيس اللي هو الكاشير يعني بلغتنا دي. مش صبحي بقى يحمد ربنا، لا، صبحي طمع، طمع صبحي، وابتدى يفكر ازاي يشارك الراجل في ماله. ابتدى يلعب على الراجل، الراجل حس. تخيل انت الراجل يعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجه. ليه؟ عشان الراجل طيب. قام طرده اسبوع والتاني، وصبحي خلص القرشين ونزل تاني الشارع يشيل شنط ويغسل عربيات ويبيع مناديل وفل لغاية ما تعب. قام راجع للراجل تاني وبس ايديه قبل رجليه، ولا بوس ايدك، ابدأ معاك من الاول، ان شاء الله اغسل صحون. الراجل قال له خلاص. قال له ايه بقى؟ خلاص. قال له ادخل يا صبحي، خد دش وغير هدومك وخش المطبخ استلم شغلك. ها استني ايه؟ ادخل خدي دش وغيري هدومك وخش اوضه النوم استلمي شغلك. وقفت ليه؟ يلا حبيبي، يلا ماما، يلا. اهو الاكل اهو، كولي. اكليني انت بطاطس بالزيت اهي. اكلك انا؟ اه قلت كتير. حاضر حاضر، تفضلي. الله الاكل حلو قوي من ايدك. ده كوريا سايبهولك. لا انت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي، انا اللي عاملاه، المهم عجبك. الله بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. اه طب قومي اعملي له بيض. اه انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. اتفضلي. وحننزل نخرج. نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوه. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجه تفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون؟ لا لا تنامي، لا اخرج مش بره. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع، ماليش دعوه ماليش دعوه. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. طب اجيب حلاوه بالسوداني. يا ربي. طيب خلاص تعالي، ما تعيطيش، تعالي خلاص هخرجك وامري لله. فبوريش، عارف مصمت حبايب السيده؟ انا بقى في الحاره اللي في ظهره عدل. شيلها يا ام هاشم،
وشارع زين العابدين ده المنطقة دي دنايسها كلها. بقول لك ايه، تعرفي زيكا بصبع؟ اه ده كان صاحب حاتم اخويا الله يرحمه. هو انت كان ليكي اخ اسمه حاتم الله يرحمه؟ حاتم الايطالي، انت ما تعرفوش الايطالي؟ الايطالي السداد، الاسم ده مش غريب عليا. طب وانت ليكي اخوات تانية يعني غير الايطالي؟ اه عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى بوريش. بس قول لي يعني، هو انت ما بتعملش حاجة تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانة تانية؟ انت طيبة على نياتك، هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم انا اخلي منطقتي دي بطن البقر، احسن منطقه فيك يا مصر. بقره دي بقول لك ايه، في ايه، اه دي منطقتي يعني، لا الزمالك ولا المعادي ولا شبرا، بقول لك منطقتي بطن البقر. المهم طاني شريف بقى هسميه ايه؟ بطن البقره يا امي. مش معنى يعني تاني شريط؟ ما اول شريط لازم ينزل باسم امي، كلمات امي، الحان امي، توزيع امي، حتى الصوره بتاعت الشريط هينزل عليها صورة امي. ما انت ما تعرفيش امي، دي امي دي هتعرفيها هتعرفيها. يا ولا يا ولا انت وهو لعب بعيد، والله لو الكره دي جت ناحيتي لقطعها لكم نتائج على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا، جت كل قرف. السلام والرحمه يا خالتي موسوكا، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي، عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزداني يستاهل بقك. متعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواه؟ تعبك راحه يا خالتي. والله والله وحشتني القعده معاكي والنم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه اتنين معلومين يا بنتي. على كوريا؟ كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي. امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. جمالات؟ اسم الله عليك اسم الله يا اختي، عاوزاني انيم معاكي على جمالات بطبق رز بلبن. لا يا حبيبتي مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. اه والله والله ما يغلو عليك يا مسوكة، ده انت حبيبتي، ده انت الغاليه. بس بجد بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي، مالها مترمله يا عيني. اه البت صغيره وزي القمر بس مترمله، جوزوها راجل من الخلايجه كبير في السن، اه ومقرش ومعاه فلوس، بس يا عيني اتفرهد منها ومات. اه ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت، طردوها طردت الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش، هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردت الكلاب كده هو. طب ومالها يا اختي من ساعه ما طلعت يعني لا حس ولا خبر؟ الله لا تكون مستكبره وشايفه نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنه يا اختي. انا معرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بنت البت ده ايه سهناي؟ اه والله سهنه كده هوت، وتحس انها ما تريحكيش زي ما يكون عندها حاجه كده هوت مدفونه جواها. اه والله لا 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 لا، حاجه مدفونه عليك انت برضو يا مسوكة. اه انت كده لا تبقي خالتي ولا اعرفك. وحيات مقاصيصي دول، لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله، ده انا ما بقاش ام مسوكة يا بنت. تخرج تقعد، انا ماليش فيه. انا اللي عايز اعرفه دلوقتي ايه اللي بينك وبين نواه ابراهيم. كتفي وجعني قوي يا كوري، الواد غزال. سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا، اللي بينك وبين نواه؟ نواه ايه ونيله ايه؟ نواه ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوريا. وانا هيما حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشروع حاضر يا كريم. ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ انت شفتش عملت ايه؟ شفت شفت، انا لا شفت ولا حسيت. يا كوريا ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا، انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بت يا هبله، ده شغل حريم، دي بتعمل كده عشان قرشه ملحتك، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحالك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، ها بموتها يا كبدك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه طلع بمراقبه التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيروح يشرب ويروح شقه مشبوه يا باشا. وانا مالي بيه، انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم
واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا الطلاق فايبريشن. مزه يلا يا سندس. شفتي يا اخت البيت ماشيه ولابسه وبتترقص زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقره. اقطع دراعي من هنا ان ما كان ورا البت دي ان بس انا بقى مصير اعرفها. ايه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله عم بيميه. دينا اسمعيني كويس، من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت مترقبه. لا طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم انت تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك مترقبه، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون، فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي والتاني هيبقى معايا والتالت هتوديه لهايدي، وبنفس الطريقه اللي رحت لها بيها المره اللي فاتت، هتخرجي بالنقاب من اي حته وتروحي لها وتدي لها تليفون وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش باي حد غيري انا او انت وفقط. نادر يعني كل التليفونات مترقبه؟ يعني كلها يعني انا كمان مترقبه؟ ايوه دينا بقول لك كل مكالماتك مترقبه. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجه على التليفون تخلي دينا. دينا فاكره المحل أيوة اللي كنا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. وانا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سين على الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر بجد انا اسف. لا 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 خالص انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. مسوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ اه خرجوا راحوا فين؟ دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه ما تتخيرش عنها، هيكون راحوا فين يعني؟ واحنا ايش عرفنا يا اختي؟ هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع موسوكه دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، ما اعرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كدهوت، لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عاد على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا يقعد يا ابني المفخوخه منك ليه من هنا. مش معقول يا كوريا انت، انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيت يلمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. انا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده صح؟ لا طبعا. يلا يا سوك. هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا يلا. بالراحه يا سوك. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق ليه ده؟ يلا يا سوك. لا مؤاخذه حاج نامل كان فيش حاجه. يلا يلا. يلا سوكا. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي انا هنا ما عنديش حر. حره دي هناك عندكم في الكامباود، لكن عندي انا هنا انا حره يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ ومشفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا الاسوء اللي ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، طربالي استريشت وبلوزه بامبا، يقول عليها مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي؟ ما ده سمعت وهي بس وحياه سعد ان مسكته لو ما نصل عليكوا شبشب. استني انت يا خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغه هتسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك، انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لا حد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشقوله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟
بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي أنتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا، فلوسك يا أمو فلوس، أنتي زهقتيني بفلوسك يا أختي اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي. مشكلين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي هيشيله ويحط عليك يا بعيد ده، أنتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، أنتي مين اللي زقك عليا يا بت؟ أنا عايزة أفهم. ما هو أنا أخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قال وفالك. يلا يا اختي يلا، جت كنيله تخط. كم؟ أنا مش عارف أنت ساكت النادر ده إزاي؟ ده بيتحكم فينا، ده عامل واسع العيلة. ده بس إيه ده بس؟ ما تبقاش عصبي كده، لا يطقلك عرق، وخد زيق من المياه الغازية دي هتروق أعصابك وتهدي القول. خد زيق. مش عايز أزيق أنا، زيق إيه؟ إيه يا ابني العصبية دي؟ ما هايدي دي بنتي أنا مش بنتك أنت. هو أنا قلت إنها مش بنتك؟ بذمتك أنا قلت كده؟ ما هي العصبية بتاعتك دي مخلياني حاسس إنها انت بتخاف عليها اكتر مني. بس مش معنى ان النادر ده متطمن يبقى كلنا نطمن. انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها؟ ايه مبسوط؟ انت عايز تفرسني؟ طبعا مبسوط، لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لازق لي اللزقه المنيله دي، كنت انت كمان هتعرف مكانها وتودينا كلنا في داهيه. يا عمي بس انت يا عمي بتقول لي مبسوط. ازيك يا علي؟ اتفضلي. ايه ده انت لسه بتساعد الست دي؟ الست دي هي وبنتها السبب في كل اللي بيجرالنا دلوقتي يا عمي. وبعدين يا طارق الزم حدودك، ده انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي. مش عشان يعني بنتها غلطت غلطة وما احنا نلبسها ذنب بنتها، انت كمان متربي على ايديها. تزعليش منه يا ده انتصار، معلش. انت بتكلمني انا كده عشان خاطر الست دي؟ انا اتكلمني كده يا عم عشان دي؟ دي اهانة انا اليوم كده اسمح بيها بعد اذنك يا عمي. حضرتك في موضوع. تحت امرك، اتفضلي. لا بس اصلا
ليا طلب عندك يعني قبل ما اقول لك الموضوع. قوي قوي اتفضلي. انا عارفه يعني ان نجوان دي الايد اللي اتمدت لها واللي طول عمرها بتطبطب عليها، بس برضه حضرتك ما تنساش ان انت اللي مسمي نجوان وطول عمرك بتعتبرها زي بنتك. واحد مننا يعني ما بنته غلطت برضه ما بيقدرش ينسى عليها، مش كده؟ عشان كده يعني انا جايه لك عشان اطلب منك انك لما تقبضوا على سي مروان بيه ما تاذوش نجوان. الهي يسترك، ابوس ايدك. انا بنتي غلبانه، انا بنتي عيله هو اللي ضحك عليها وغواها، صدقني. يعني نقبض عليه ازاي يا ستي اذا كان البوليس نفسه مش عارف يوصل له؟ الورقه دي هي اللي هتوصلكوا ليه، بس زي ما وعدتني